زي ما حضراتكم شفتوا أرقام النادي الأهلي كالعادة مبهرة، ولكن ده كان مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن. نشوف بقى مشوار بيراميدز في انفوجراف عن مشوار بيراميدز في الدوري بالأرقام. بيراميدز لعب 27 مباراة ومتصدر الدوري، وأكيد المباراة مش هتكون سهلة. تعالوا نشوف الانفوجراف عن بيراميدز ومشوارهم في الدوري ونرجع نكمل كلامنا. زي ما حضراتكم شفتوا فريق بيراميدز فريق محترم جدا، وفريق يحترم على الناحيه كمان الفنيه. هو معاهم مدرب كويس قوي وعنده طموح السنه دي، وده شيء يحترم. لكن الاهلي دايما عينه على المركز الاول، اللي عامله النادي الاهلي في 12 مباراه على التوالي ده شيء مش سهل. وبالتالي هنحافظ على ده ان شاء الله بكره بانتصارنا على بيراميدز. بيراميدز زي ما قلت لحضراتكم معاه مدرب كويس قوي كمان، ومعاه سكواد عالي جدا من اعلى السكوادات في الدوري ويمكن في افريقيا. لكن النادي الاهلي دايما عنده ثقافه الفوز، عنده روح البطولة، وده ما ينقص فريق بيراميدز.